جرحته جسدي لسه أغلى منه على قيد وتفاحه ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي ما رح تقلي وين كنت مبارح؟ ولا رح تقلي شو صار معكم وشو أكلت هالضربة؟ لا. وما عندك شي تقوله غير لا؟ لا. ماما وصال، حضري إخواتك بدنا نمشي. يلا ماما جاي. قوم حبيبي رايحين على الحمام. صباح الخير ام خالد. لك صباح النور بام المعتز. لك يا اهلين وسهلين. ان شاء الله ما في عجقه اليوم. والله عنا عرسين عقبال اولادك ان شاء الله والايله ان شاء الله. يلا ماما وسام طلعوا لهنيك على القرنه شكي اخواتك وحضريهم. يلا لشوف. بس هذا الصبي الله يحرسه ما بجوز يفوت معك لجوا على الحمام. ليش يا عم خالي؟ يو البركة صار شاب وهلأ إذا فات لجوا وشافوا النسوان لح تشتغل الولوي. الجمعة الماضية جبته معي فوتته وما حدا ولول. بس الجمعة الماضية غير اليوم. ومثل ما بتعرفي الولد يوم عن يوم بيتغير. والبركة ابنك شايفته يعني مفتح شوي. بلا ما نقودي على حديثي لا تزعلي مني. ها طيب مثل ما بدك يا عم خالي. ماما نزار تقبرني روح على البيت وهلأ أنا بس إجي بسخن لك مي وبحممك. ماما أنا صرت كبيرة بتحمم لحالي. إيه أمي روح على البيت
ودير بالك على الطريق. ها حاضر. وكفى بجهنم سعيرا. وجهنم يا أولاد هي حفرة لا تحدها حدود وليس لقرارها نهاية. نارها حارقة ماحقة تذيب الحجر والمعدن والأجساد كالشمع الساري، يتقلب فيها العصاة. كلما نضجت جلودهم بدل الله لهم فيها جلودا أخرى ليذيقهم العذاب الأليم. إنها نار فوق قدرة العقل البشري على الإدراك. وما النار التي نعرفها في دنيانا الفانية هذه إلا جزءا يسيرا من عظمة تلك النار الأبدية التي أعدها الله للكافرين عقابا. إن الله لا يخلف الميعاد. أستاذ. نعم يا أبي. شوفي. ما في شيء أستاذ. شعلت النار. ليش يا أمو؟ ليش هيك عم تعمل بحالك؟ ليش هيك عم تعمل فيني؟ ليش عم تعذبني؟ بدك تقتلني؟ أنا شو عملت لك؟ سامحيني ماما. شو الفايدة؟ بتعتذر وبترجع بتعمل أمر من الأول. اطلبي ماما، اطلبي، خليه يتربى، اطلبي. معك حق، كان لازم أبوي أدبه أكثر من هيك. شو بدي أعمل؟ كل ما بيجي بدي أضربه، إيدي بترجف وقلبي ما بيطاوعني. خلص أمي، برودك ما بعيدة. تقبرني إن شاء الله، تقبرني، الله يخلي لي إياك. وما سألته ليش عمل بحاله هيك؟ سألته، قال لي كنت عم جرب النار اللي حكى لنا عنها الأستاذ بالمدرسة. وما بخفيك يا منيفة فندي، ساعتها حسيت إنه في شيء غلط عم يتعلموه الأولاد عندكم بالمدرسة. مثل كيف يعني؟ أنا ماني خبير بأمور التعليم والدراسة، بس اللي تعلمته من أبي واللي علمتني إياه الدنيا إنه الله سبحانه وتعالى بيحب خلقه ونحن لازم نحبه أكثر ما نخاف منه. بس المشكلة يا أبو المعتز، ولو أني بتفق معك بهالفكرة، ما أنا مرتبطة ومحصورة بالتعليم والمدارس بس. هي ثقافة التخويف من نار جهنم، وهي ثقافة المجتمع كله، وما رح نخلص منها إلا بتطور المجتمع كله من جميع النواحي.
أنا بكثير من الأحيان بناقش شيوخنا الأفاضل وبقول لهم يا أخوان، صحيح أنه نار جهنم موصوفة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، بس التركيز عليها قدام الناس المؤمنين والغير معنيين فيها كأنك عم تحط سكين بإيد سكران وتقول له لا تخلي حدا يخلص من شرك. ولهيك بقول لك لسه بدنا وقت لحتى نصحح هالصورة ونوصل للوسطية والاعتدال اللي أمرنا فيه نبينا صلوات الله عليه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أنا ما استهجنت الشيء اللي عمله ابنك نزار بحاله، طالما كان هدفه الاكتشاف. هذا الجيل لازم يكتشف الحقائق بنفسه، أفضل بكتير ما نجي نحن ونعلمه إياها ويكتشف بعدين إن حقائق مزورة. نحن قلنا زماننا وهن إلهم زمانهم، لهيك لازم نفسح لهم المجال لحتى يكتشفوا ويعيشوا بطريقتهم الخاصة. شو عم تعمل؟ عم برسم بالهواء. شو عم ترسم؟ عم برسم عنتر وعبلة. هاي عنتر وهذه عبلة. وهذا؟ هذا الحصان اللي تبع عنتر. وهذا؟ هذا دنب الحصان. بس الدنب لازم يكون هون، شو جابوا لهون؟ بعرف انه لازم يكون هون، بس لانه الموحة ما وسحته قام اجيت حطيته هون، وهي سهم مشان ما حدا يخربت. هذا دنب عنتر. دنب عنتر ولا دنب حصانه؟ لا، هذا دنب الحصان، بس لما يركب عنتر على حصانه بيبين دنب إلهن هن الاثنين. مرحبا يا خالي. أهلين يا ابني، شو بدك؟ جايب لك أكل يا خالي. أنت ابن مين؟ أنا ابن أم المعتز. حط السفرطاس هون وسلم لي على أمك. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي نزار. عاشت الأسامي. خاطرك يا خالي. الله معك يا ابني. وصارت قصة أمينة مع الأمير بهداك الوقت من عجائب الزمن. بنهار عصرية مرق الأمير هو وحاشيته والخدم وحراس البواريك، وكانت أمينة فوق على الشباك حاملة سطل مي وعم تسقي زريعة. شافها الأمير عجبته، وقف وصار يبحلق فيها. لما شافته أمينة عم يطلع فيها رشفت ووقع السطل من إيدها، وتاني يوم صاروا مخطوبين. بس الأمير عنده شغل ببلاد بعيدة ولازم يخلصه، فاستأذن خطيبته وقال له أنا راجع ورح أعمل لك عرس يحكوا عنه الناس سنين طويلة ونعيش هون بالشام طول العمر. وراح وما رجع، وضلت أمينة قاعدة عم تستنى. قالوا للناس مات، قالت لهم ما بصدق حتى شوف جسته بين إيدي. ومسكينة ضلت عايشة على هالأمل. بس أنا كل ما أروح لعنده
بتضل تسألني شو اسمي وصرت قايل لها يا 100 مرة. ايه امي صارت تنسى الوجوه والاسامي، حتى بيتها تطلع منه وما تعرف ترجع اذا ما رجعوها جيران، والطبخ نسيته، لو ما اهل الحارة كانوا يطبخوا ويبعتوا له كانت ماتت من الجوع من زمان. آخر اجتماع للمكتب الدائم للكتلة الوطنية يا جماعة تقرر مقاطعة البضائع والشركات الفرنسية بالإضافة للإضرابات والمظاهرات، لأنه ما في شيء بوجع الفرنسيين أكثر من الأضرار المادية. البضائع مثل شو يا فوزي أفندي؟ كل شيء مستورد من فرنسا وكل شيء عم يصنعوه الفرنسيين هون عنا كمان، والشركات مثل شركة التراموي والتمباك والكهرباء. وكيف بدنا نعيش بدون كهرباء؟ نرجع على الفوانيس، وإذا لزم الأمر نرجع على السراج بالفتيلة والزيت يا أبو صياح. ومنشان تكون المقاطعة عامة وفعالة يا جماعة لازم ندور على بيوت الناس ونوعيهم ونطلب منهم الالتزام بالمقاطعة لحتى يرضخوا الفرنسيين للي بدنا إياه ويوافقوا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأظن إذا نجحت المقاطعة الفرنسيين راح يرضخوا للي بدنا إياه بأقرب وقت. يا سيدي عواض التراموي منمشي مشي، وعواض دخان الفابريكا نرجع عتتن العربي، وعواض الكهرباء منضوي بيوتنا بالفوانيس، واللي ما عنده فانوس نشتري له إياه على حسابنا. عم يدق علينا بهالليل يا توفيق؟ راح اشوف مين، خليكي هون. خير يا شباب، شو في؟ انت توفيق قباني ابو المعتز؟ ايه نعم انا هو. تفضل معنا اذا بتريد، في مذكره بتوقيفك. ممكن اعرف ليش يا حضره السرجان؟ انت بتعرف ليش اكثر مني، تفضل. لحظه لو سمحت. عسكر الفرنساوي شو بده؟ ولا كلمة، ما بدي صوتك يطلع ولا دمعة من عيني بتنزل، خاصة قدام الأولاد. قولي لهم أبوكم سافر وما بيطول لحتى يرجع. وليش لا تكمشون حالك؟ اهرب، بركي عملوا لك شي ولاد الحرام. لا يا فايزة، ما راح أهرب، لأنه هني بدهم يانا نهرب مشان نبين قدام الناس فاشلين وجبنا. ديري بالك على شوفي ماما، شوفي وين اخذوا بابا. ماما لا تخاف، عاوزينه بشغل، وقال لي انه يمكن يسافر معهم كم يوم وان شاء الله ما بيطول. يلا ماما يلا طلعوا كملوا نومتكم، روحوا روحوا امي روحوا. Thank you.
الله عيني بدي هفتكم. الله عليكم فقائنا أبو المعتز، الله يكتب أسره فوق راسه. يلا حبيباتي يلا، همي همي يقطع عليكم. همي يا شباب، همي الله يرضى عليكم. الله يعمي عيونهم إن شاء الله. قال الدور جاي على كل رجال الحارة، العواينية هيك عم يقولوا. وليش يعمي عيونهم بس؟ الله يحرقهم بنار جهنم، لأنهم هن اللي بيستاهلوا. لا مو بس هيك، قال أي مظاهرة دا تطلع ما رح يوفروا لا ختيار ولا مرة ولا ولد. عملوا هيك من قبل وشو استفادوا؟ ومثل ما بيقول المثل، عكا لو بتخاف من هدير البحر ما جاورته. نزار شو مساوي؟ عم حط الصورة بالبلواز. صورة مين؟ صورة. وما بدك تفرجيني اياها؟ بدنا نعلقها. بدنا نعلقها بأحلى قرنة بالبيت. اقري الفاتحة وصال، وادعي الله يرجع لنا أبوكي بالسلامة. ترجعوا بالسلام يا رب. والله البيت بلا مثل الخراب. نزار شو عم بتساوي عندك؟ انزل لشوف. لا بدي جرب طير. ومنك خايف تقع على الارض وتتكسر؟ لا، الطيور بتطير وبتهبط وما بصير لها شيء. لا تجذب علي وبلا جولة او كلام فاضي. بعدين ما فكرت بامك شو بده يصير فيها اذا صار لك شيء؟ مو حاجتها هم ابوك، ناقص همك انت كمان. وصال اذا بتعزيني لا تقلي لها. لا بدي اقول لها عشان تربيك وما بقى تعيدها مره ثانيه. خلص بوعدك ما بعيدها. دائما بتقول هيك وبترجع بتعيدها. وهالمرة بوعدك إنه ما بعيدها طول ما أبي غايب. Thank you.
أنا أبو حسن أختي من المعتز. أهلين أبو حسن. لا تؤاخذيني يا أختي لأني عم دق عليك الباب بهيك وقت. خير شو في؟ كل خير إن شاء الله. بيسلم عليك يا أخ أبو المعتز وبيقول لك لا ينشغل بالك من ناحه، صحته كويسة والحمد لله ومو ناقصه إلا شوفتكم. ومين اللي قال لك هالخبرية؟ أنا رحت لعنده على السجن وقال لي هالكلام، وليتني أول ما رجعت على الشام اجيت دغري مشان خبرك وطمنك. وشلون بده يكون مرتاح وهو بالسجن؟ لا عم ياكل أكلة طيبة ولا عم ينام نومة مرتاحة ولا في عين تسهر عليه. صدقيني يا أختي أنا شفته بعيني والكلام اللي قلت لك يا صحيح، وهالشغلات اللي عم تحكيها بأوقات بتكون مهمة وبأوقات تانية بتكون مو مهمة بنوب، خصوصا لما بيكون سبب السجن حب الوطن وحب الشام. كتر خيرك يا أبو حسن لأنك اجيت طمنتني، وكتر خيرك أكتر لأنك طرقت المشوار ورحت لعند أبو المعتز. لا 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 شو هالحكي يا أختي، أبو المعتز أخي بعهد الله وصدقيني شو ما عملت ما بكافيه. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامة. أبوكم بيسلم عليكم وبيقلكم ديروا بالكم على دروسكم، سمعاني؟ وإمتى بابا بده يرجع البيت؟ ما بعرف بس إن شاء الله ما بيطول. أبوكم أكتر شي بيفرحوا وهو غايب عنكم إنكم تكونوا شاطرين بدروسكم وناجحين بمدرستكم، سمعاني؟ يلا يا ماما الله معكم. ماما أنا خايف على بابا، حاسس إنه هو ما أنا مبسوط وهو بعيد عنا. لا تخاف حبيبي، يلا روح على مدرستك هلأ بتتأخر. عاد عصام إلى بيته وهو سعيد. من منكم يعرف إعراب حرف الواو هنا؟ أستاذ. نعم؟ حرف عطف أستاذ. خفض اجلس. أنت؟ أستاذ كان بدي أقول نفس الشيء، حرف عطف. قلنا إنه خطأ، اجلس. من منكم يعرف إعراب هذا الحرف؟ لا أحد؟ أين نزار قباني؟ أستاذ نزار في الشعب الثاني. أستاذ لو كان نزار هنا لأدرك معنى هذا الحرف وعرف إعرابه، إنه لا يعطف الشيء على شيء وإنما يبين حالة الشيء، والشيء هنا هو عصام. نزار نزار شوفي فيك تعرف أي جملة؟ شو هي؟ عاد عصام إلى بيته وهو سعيد. جملة سهلة وإعرابها سهل. طب شو إعراب حرف الواو؟ واو الحالية. ليش الأستاذ أنكم غير هيك؟ كلام مصيبة إنه قال هي، ومصيبة تانية إنك عرفتها. وشلون عرفتها؟ نزار شو عم تعمل؟ عم برسم. هلأ حفظت كل دروسك وكتبت كل وظائفك لحتى تبلش بالرسم؟ ايه، وإذا بدك سمعي لي هلأ وصال. أنا هديك المرة لما جربت تطير من فوق الشجرة ليش ما قدرت؟ حبيبي نزار فكر بعقلك، طيران للعصافير والطيور والفراشات لأنه إلا جناحات تطير فيها ونحنا ما إلنا جناحات،
طب ليش الله ما خلق لنا جناحات؟ لأنه خلق لنا رجلين نمشي فيهم على الأرض. طالما بنقدر نمشي على الأرض، ليش لنطلب جناحات نطير فيهم بالسماء؟ بعدين الله خلق لنا العقل لنفكر ونخترع، وبالعقل والعلم قدر الإنسان يخترع الطيارة. هي اللي بيطيروا فيها كل الناس؟ إيه، هي اللي بيطيروا فيها كل الناس. بس أنا مو هيك قصدي، أنا بدي جناحات طير فيهم لحالي. اصحك نزار، اصحك تفكر بهالطريقة، اوعك تفكر تطير مرة تانية، لأنه هالقصة ما رح ينوبك منها إلا كسر العظام وقرف الرقبة. وإلا بدي إلا لأمك وهي بتعرف شغلها معك. بالرسم وصال. بالرسم بس؟ بالرسم بس. إذا كان بالرسم معلش، أما بغير الرسم تبه. اتفقنا. أوصف لك البيت بغيابك. كان بلا معنى، ولا طعم ولا لون. صليت لربي ليل نهار لترجع لي بالسلام، والله استجاب لدعائي. غيب قد ما بدك يا توفيق، رح تلاقيني دايم بدوم ناطرتك. الناس التعبانين بدهم كتف يحطوا راسهم عليه ليرتاحوا. أنا بس تحطي راسك على كتفي برتاح يا فايزة، برتاح. طيب حبيبي استناني لبين ما ودي للأكلات وبرجع. ايه؟ صباح الخير خالتي أمينة، شلون صحتك اليوم؟ إن شاء الله منيحة. أمي طابخت لك كبة لبنية بتطير العقل، بتقلك إنه أي كلج عبالك تاكليها قليلي عليها مشان تطبخ لك إياها. خالتي أمينة؟ خالتي أمينة؟ خالتي أمينة؟ خالتي أمينة؟ يلا نزار خلينا نمشي من هون. شبك وصال؟ ليش خايفة؟ خلصني خلينا نمشي. نزار؟ نزار خلينا نروح من هون. وصال شو بهيك قاعدة؟ ما بعرف خلصني امشي. اسمع نزار، هي الختيارة ماتت، عم تفهم شو ماتت؟ خلينا نمشي بسرعة يلا. نزار احكي لي شو صار. رفاقي لما كان عم يلعب وكسر الشباك واجا الازاز على عيني. اخ فرجيني اياها. اخ خلي ايدك، خلي ايدك عشان ما ينزف الدم. عم تجعك؟ اخ كثير.
يلا راح اخذك على الدكتور. توفي يا افندي. توفي يا افندي. الاستاذ منيب بعتني لعند حضرتك لخبرك بانه ابنك نزار انجرح بالمدرسه واخذوه على المشفى. وين انجرح يا ابو طارق؟ ان شاء الله خير. انو مستشفى هو؟ شلون صرت هلا يا عريس؟ كويس دكتور. برافو عليك يا بطل. انا غطيت لك عينك بالشاش مشان احميها من الهواء والشمس والغبره، وكل كم يوم وبشيله. شو رايك؟ اعمل اللي بدك يا دكتور. العيون الحلوه مثل عيونك ما لازم يتخبوا. شكرا دكتور. ميرسي مادموزيل، وزي تري جنتيل. السيد توفيق افندي، والد نزار. اهلا وسهلا. طب لي دكتور، شو صاير مع نزار؟ عينه صاير له شيء؟ ان شاء الله ما في شيء، بس نحن راح ندير بالنا عليه كم يوم حتى نتاكد انه الجرح سطحي وما نو تارك ورائي اثر. كيف يعني دكتور؟ ما فينا نستعجل الامور هلا. انا راح اكتب له راشيتا فيها قطره وشويه ادويه. تعطوا اياهم بالبيت لانه ما في داعي يبقى عنا بالمشفى. وأنا تبقى مر عليه باليوم مرتين الصبح والمساء حتى ما عزبه بالروحة والجاية على المشفى. تشكر يا دكتور تشكر. بس فيني شوفه هلا؟ طبعا، بس رجاء لا تخلوه يحس انه عنده مشكلة. طيب. مشان ما يتأذى. طيب طيب. بابا ألف الحمد لله على سلامتك حبيبي. خليك ماسك ايدي بابا. حاسس بشي يا بابا؟ كنت خايف وراح الخوف لما اجيت. خدني على البيت، ما بدي ضل هون. لا حبيبي ما رح تضل هون لانه ما فيك شيء والحمد لله. هلا بس ناخذ الريشيتا من الحكيم رح نرجع على البيت دغري. يا حلو يا مسلي بينا الهجر كوي. حبيبي نزار، أنا بعرف بشو عم تفكر. حابب تطف فلي صح؟ بس الماما منبهة علينا إنه ما نقرب على الفل لأنه غالي علي. روح اقطفها على مسؤوليتي. يلا حبيبي. عشان تروح ريحة المستشفى الأنفي. يا مو، إجا أبي على البيت وهو عم يسأل عنك. إجا؟ شو جابه هلا؟ وينه؟ بأرض ديار ومعه نزار. نزار؟ يولي على عندي إن شاء الله. شو بعينه الولد؟ لا تخافي ما في شيء، جرح بسيط وبيطيب بسرعة. تعمي لشوف ده. مثل ما قال لك بابا، جرح بسيط وبيطيب بسرعة. حبيبي نزار روح لأوضتك وارتاح، الطبيب هيك قال لك، وإذا ما بتسمع منه رح يرجعك على المستشفى. وصال جاي يا بي. خدي اخوك على اوضته وغيري له ثيابه. حاضر بابا. توفيق اللي شو القصة؟ توفيق افندي صاحبك وبيهمك امره، لهيك قلت احكي معك بالاول بموضوع نزار مشان نلاقي طريقة نخفف عنه الصدمة.
شغلت بالي حكيم. عين الصبي بوضع سيء جدا، الأزازة فايتة لجوا العين وضارب الشبكية. يعني ممكن ما يقدر يشوف فيها؟ هي نص المصيبة. خير حكيم احكي. رحمة الله وحظ الصبي هنن اللي بيأسروا بالنتيجة. بهيك حالة لما بيكون جرح العين غميق وما فينا نوصل له بالجراحة، بضل خطر الالتهاب قائم، والالتهاب ما بيأثر على العين المصابة لوحدها، إنما بيأثر على العين الثانية كمان. وبهيك حالة بدل ما نكون قدامه مصيبة رح نصير قدام مصيبتين. والحل؟ ما فيني اتسرع وأقول لك شو الحل. أنا بقترح يشوف الحالة أكثر من طبيب، وإذا توحدت الآراء ساعتها ممكن نوصل للقرار السليم. لو فرضنا أنه الحالة سيئة لا سمح الله، شو ممكن يصير؟ للأسف ما في غير حل واحد، استئصال العين المصابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالمعتز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يا أم المعتز، صدق الله العظيم. الوقت صار آخر الليل، لازم تنامي وترتاحي. وشلون بدي نام قبل ما خلص؟ عينه صابت ابننا يا توفيق، عينه صابته. لازم نعمل شيء، لازم نعمل شيء. هاي الطبيب فوق راسه على طول. خلي أملك بالله كبير يا أم المعتز. والعين الشريرة شلون بدي أبعد أزاها عن ابني؟ ما رح نام حتى خلص. إيه بس قرايتها الصمدية 100,000 مرة ما بتخلص لا بيومين ولا بثلاثة. رح تضلي لهداك الوقت بلا نوم؟ كل الأحوال ما رح يجيني نوم. الله يخليك، خليني كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعوا يا عمو، تعوا كلكم لعندي لهون. قال لك الدكتور شي ما قال لي اياه؟ لا لا ابدا. واقتراحي هاد بانه يشوف الصبي طبيب تاني هو من باب الاطمئنان عليه مو اكثر. لك ان توكل على الله منيف بيك وبالله المستعان. في شي تاني بدي اقول لك اياه ابو المعتز. تفضل. بحكم انه الحادثه صارت عندي بالمدرسه وصار فيها اضرار جسديه، اضطريت اني استدعي الشرطه لحتى يكتبوا ضبط بالشي اللي صار. ومن خلال التحقيق
تبين انه كل الحق على الصبي الثاني اللي عمل الحادثه. وبهالحاله صار فيك ترفع دعوه على اهل الصبي الطالب فيها بكل حقوقك. حقوق شو منيف افندي؟ لا تاخذني بهالكلمه ابو المعتز. انت رح تتكلف كثير على ابنك نزار الله يشفيه، ورح تدفع الشيء الفلاني، وهذا كله من حقك انك تعوضه. بعدين ما حدا بيعرف شو ممكن يصير بكره، بركي لا سمح الله عين الصبي تأذت اكثر، بصير من حقك تعوض هذا الضرر، يا اما عن طريق التفاهم مع اهل الصبي يا اما عن طريق المحاكم. إيه بس اللي فهمته انه الحادثه كانت لعب اولاد، وهي هيك فعلا. ولهيك بعتبر اللي صار قضاء وقدر، واللي صار من إرادة رب العالمين. أما إذا صار لعين ابني شيء لا سمح الله، فكل مال الأرض ما راح يعوضني عنها.